ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال، جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. ننتقل إلى النشيد الوطني للمنتخب الآخر. وركلة البداية ناندر، تشانالوغلو، فاتت ومرت وصل يلماز، الكرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. غوندوغان، كيميتش، مولر، كرة طولية في المساحة الخالية، ماتس هوملز، تلعب الكرة إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، تشانالوغلو، كرة طولية إلى الأمام، أوندر، أوندر، روديغر، كروس، كرة إلى الأمام، كرة طولية من الحارس يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع،
مولر، غاندوغان، مرت الكرة، غاندر، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. يلماز، شالهانوغلو، عرضية، وأرسل الكرة بعيدا. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. غوندوغان، مولر، تناقل جيد الكرة ويلعبها عرضية. محاولة تمرير كرة، يرفعها داخل 18. يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. تركيا على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية، يلماز ينطلق بمجهود فردي، ماتس هوميلز، غوندوغان، مولر، روس بكل قوة بكل إصرار يواصل مشواره. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يفقد توازنه، كروس، تقدم جميل هنا، تدخل قوي إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. سيتم التبديل الآن، غاندر يستعيدها، ساني، 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 سينشي،
أفقد الخصم التركيز التوازن. ضغط قوي وينجح في استعادتها. سينشي ياندر أوندر. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. سان انطلق صافرة النهاية. إذن لا يوجد فريق فائز. خيار الأخير، الحل الأخير، ركلات الترجيح. على الرغم من أنها 0-0 لكن مباراة في منتهى الروعة، بإيقاع عالي، بمستوى عالي، بفن، بإبداع. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء.